اليوم مع مدينة ثانية في سويسرا، ألا وهي مدينة بيسل. مدينة بيسل السويسرية تقع في الشمال من سويسرا وغريبة جدا من الحدود الألمانية والفرنسية، يعني 10 كيلومتر تروح غرب تدخل فرنسا، 10 كيلومتر تروح شرق تدخل ألمانيا. مدينة بيسل تعتبر آخر مدينة سويسرية من ناحية الشمال إذا بتدخل فرنسا من ناحية معينة. الهابنهوف مركز المدينة، نشوفكم في لقطة ثانية. لقطة وصلنا في مدينة بيسل، شوفوا هالكنيسة، شوفوا هالكنيسة والنقشات اللي عليها. مدينة حلوة الصراحة، تستحق الزيارة. ما زلنا في مدينة بيسل، وتشوفون هالنافورة العجيبة، شوفوا الحركات العجيبة، كل ماكينة تسوي لها حركة. آلات نشوفكم في لقطة ثانية إن شاء الله. ما زلنا في مدينة بيسل، هذا النهر والسيتي سنتر الغربي والشرقي، هذا الجسر اللي تشوفونه قدامكم يفصل الشرق عن الغرب، في مراكب للنزهة. هذا تقريرنا عن مدينة بيسل، وأرجو أن وصل معلومة ولو بسيطة عن هالمدينة، واسمحوا لنا على التقصير، وطبعا حاضرين لأي سؤال يخطر على بالكم. وبعدين هالمدينة عموما يعني غريبة من زيورخ، الواحد يطلع من زيورخ ممكن يكمل نص ساعة لين يوصل هالمكان. زيورخ عموما مدينة زيورخ مكانها استراتيجي، كل حاجة جنبها، كل شيء جنبها، أكثر المواقع السياحية قريبة من زيورخ، هذا للعلم. في سويسرا إن جيت رحت الجنوب لوز، بحيرة لوزير وبعدها انترلاكن، وإن جيت الشمال المناطق الحلوة اللي في جنوب ألمانيا واليوروب بارك والشلالات شفهاوزن كلها قريبة من هالمكان من زيورخ. عموما اسمحونا على أي تقصير، تقبلوا تحياتي، محدثكم حمود بي والسموحة.